السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. Scelto ancora in che squadra nazionale voglio giocare, visto che c'è la mamma di origine algerina, il mio papà che ha delle origini spagnole pure, e che sono nato in Francia. Per ora non è una domanda che mi preoccupa di giocare in nazionale, voglio solo giocare con la Sampdoria ora. Sono scelto ancora in che squadra nazionale voglio giocare, visto che c'è la mamma di origine algerina, il mio papà che ha delle origini spagnole pure. E che sono nato in Francia. Per ora non è una domanda che mi preoccupa di giocare in nazionale, voglio solo giocare con la Sampdoria ora. Sono اذا كان هذا تصريح وكلام اللاعب مهدي ليرس، اللاعب المغترب الجزائري اللي يلعب في نادي سامدوريا الايطالي، تكلم على اصوله وتكلم على العائله تاعو وقال بلي انا الوالده نتاعي عندها اصول جزائريه والاصله جزائري والوالد نتاعي عنده اصول اسبانيه. اللاعب هذا اللي يلعب في نادي سامدوريا، للاسف نادي سامدوريا الموسم هذا في الكالتشيو الايطالي محتل المرتبه الاخيره. نادي سامدوريا العريق يحتل المرتبه الاخيره. النادي هذا اللي كان يشرف عليه سابقا المدرب كلوديو رانييري، المدرب المعروف الايطالي المخضرم، لكن المره هذه يشرف عليه ايضا لاعب كبير اسمه ستانكوفيتش. ستانكوفيتش هذا هو لاعب سابق لنادي الانتر، وسط ميدان قوي، كان لاعب بارز بشكل كبير، لاعب الصربي هذا بشكل كبير في الدوري الايطالي ولاعب معروف، لكن تشاء الصدف انه ما مشاتش معاه هذا اللاعب السابق المدرب الحالي لنادي سامدوريا ستانكوفيتش، والنادي محتل المرتبه الاخيره، مرتبه العشرون. اهم ما تكلموا مهدي ليرس انه اللاعب لحد الساعه ما هو يلعب في حتى منتخب، تكلم ايضا على المولد نتاعو انه مولود في فرنسا، مش يفكر في اي منتخب يعني في الوقت الحالي، والمنتخب راح يكون ممكن يعني يختار بين منتخب الجزائر بطبيعه الحال ممكن في المستقبل، الان راه مركز فقط على اللعب مع نادي سامدوريا. الشيء الاخر الملفت للانتباه انه اللاعب مهدي ليرس اللي يبلغ من العمر 24 سنه دار متابعه لصفحه الاتحاديه فاف في الانستغرام، هذه ايضا مؤشر اخر انه اللاعب دار متابعه لصفحه الاتحاديه في الانستغرام. اللاعب المنصب المفضل له هو جناح ايمن، جهه يعني اللاعب يعني يلعب جهه محرز وجهه والناس، ايضا وسط ميدان ونوعا ما وسط ميدان الى يميل الى الجهه اليمنى، ووسط ميدان كما قلت. لاعب عنده طبيعه الحال نزعه هجوميه، اللاعب اللي عنده امكانيات لبس بها. لو نتكلموا الموسم الحالي اللاعب لعب حوالي 561 دقيقه، يعني لعب معدل لبس به لعب حوالي 8 مقابلات أساسية في الدوري الإيطالي الكالتشيو، لعب مقابلة واحدة في كأس إيطاليا وحوالي 63 دقيقة. مجمل الدقائق اللي لعبها في الكالتشيو الإيطالي 498 دقيقة، عنده أسيست واحد وأربع بطاقات صفراء. اللاعب هذا تشرف عليه ولا الوكيل نتاعو ولا الوكالة اللي تشرف عليه هي يو فيرست، هذه هي شركة مختصة باللاعبين ومختصة كوكيل للاعبين. يعني هذه الشركة لبس بها يعني في تشوف لما تشوف فابيان رويز تابع عليها، لما تشوف لاعب كالابريا مدافع الميلان، لما تشوف ايضا جيرار مورينو لاعب فياريال، يعني بالمجمل هذه الوكالة لبس بها اللي منضوي تحتها اللاعب مهدي ليرس كوكالة للاعبين، يعني وكالة لبس بها. الآن الشيء اللي ممكن فيه كلام، هل اللاعب هذا راح يكون في تربص نوفمبر؟ الشيء الآخر، اللاعب هذا في المنصب نتاعو يلعب كما قلت أدب الناس ورياض محرز. صحيح أنه رياض محرز يمر فترة صعبة، لكن ما يقدرش يعني الناخب الوطني يتخلى على رياض محرز، نظرا انه القائد العديد من الامور. رياض محرز يبقى لحد الساعة هو يعني عنصر اساسي او كادر اساسي في المنتخب الوطني. هل هذا اللاعب
هو داخل ضمن مخططات المنتخب الوطني او داخل ضمن مخططات المدرب المنتخب الوطني؟ هل داخل ضمن مخططات الناخب الوطني؟ الله اعلم. لكن هذا اللاعب يعني ماهوش حاجه صعيبه ما نقدرش نجيبوه، نقدروا نجيبوا اللاعب هذا. ولكن انا نشوف باللي مانيش نقول باللي لاعب ما عندوش امكانيات، لاعب لاباس به، لاعب جيد ايضا. ما ننساوش انه اللاعب هذا كان في فريق جوفنتوس لاقل من 19 سنه، يعني تكون في نادي قوي، نادي معروف، السيد العجوز لايوفي. لكن هل يكون عندنا ثلاث لاعبين في الجهه تاع المحرز، ثلاث لاعبين يعني جهه الجناح الايمن؟ الله اعلم. ممكن يستغلوا المدرب في منصب ما نعرفوش احنا، ممكن يديروا على الجهه اليسرى، ما ناش عارفين. لكن انا اللاعب هذا يعني كمستوى مستواه لاباس به. اللاعب هذا راه يبان يلعب بصفه منتظمه ويلعب دائما اساسي، عكس ممكن لما كان رانييري كان يلعب مهدي ليرس لكن ما كانش يلعب بالصفه هذه. يعني لحد الساعه 8 مقابلات بداها يعني اساسي، يعني توقيت ايضا دقائق اللي لعبها لاباس بها 561 دقيقه، يعني توقيت تاع لاعب تقريبا هو قطعه اساسيه في نادي سامدوريا. لكن كما قلت تبقى دائما هذه خيارات، اسماء هذه تداول، ومهدي ليرس او بعض الاسماء تبقى خيارات راجعه البروفيل اللي يحتاجه المدرب، يحتاجه الناخب الوطني. هل البروفيل هذا يحتاجه ولا ما يحتاجوش؟ هل البروفيل هذا يقدر يصنع الفارق ولا لا؟ هل يكون بديل ربما لكاش إصابة تاع كاش لا قدر الله إصابة تاع لاعب؟ هذه كل الأسئلة والاحتمالات هذه راجعة للمدرب، إذا يبغي هذا اللاعب أو ما يبغيش. إذا يبغيه راح يعتمد عليه وراح يكون ممكن في تربص نوفمبر. اذا ما عنده يعني البديل وعنده اللاعب اللي في المواصفات تاع مهدي ليرس او يقدر يقدم له الشيء اللي قدمه مهدي ليرس، يعني كاين في لاعب اخر ممكن ما يستدعيش. اذا تبقى هذه يعني مجرد تخمينات، هل مهدي ليرس يكون ما يكونش؟ بعض المواقع تتكلم انه خلاص وراح يكون جديد بالماضي. صحيح انه اللاعب كما قلت دار متابعه على الانستغرام للصفحه تاع فاف يعني الاتحادية الجزائرية كرة القدم، لكن الامور هذه يعني تاع المستقبل وتاع ما نقدرش نتكلموا يعني نجزموا داخله في الغيبيات. راح ننتظروا ونشوفوا تربص نوفمبر، هل يكون اللاعب في قائمه المنتخب الوطني او لا. التربص القادم نتاع المقابلات الوديه الزوج اللي راح يبانوا، سواء ما ناش عارفين منتخب اوروبي او منتخب افريقي، راح تبان فيها القائمه. وراح نشوفوا هل مهدي ليرس سوف يكون في المنتخب الوطني او لا، يبقى خيار مطروح على كل حال. اذا كما قلت لكم مهدي ليرس يعني الارقام نتاعو لاباس بها، ولو انه نادي سامدوريا متذيل ترتيب الدوري الايطالي. نتمناو التوفيق لهذا اللاعب والتوفيق ايضا للمنتخب الوطني الجزائري. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.